معقول ما دق؟ رح يدق، بلكي في شي ما بتعرفي، شي قصة بالشركة. بعدين انتي شو اللي مخليكي متوترة هيك؟ فهمنا بتحبيه، اهدي خلص. قلقانة كتير. ليش؟ شو بيعرفني لهلأ؟ ما عم بعرف كيف بدي اتصرف معه. انتي خايفة يقول هالمخلوقة عم تتدحوش فيني. يا أما مننتظره لهو يتصل ومنتدلع عليه مثلا. حركات بنات بتعرفي انتي يعني. ايه مبلا مبلا، كلنا بنعمل هيك لفت نظر. تعرفي أنا التانية قلقت والله بجد، لأني لهلأ ما بعرف شلون بيحسبه وبيفكر. يعني بتحسي هو مختلف عن عاصي مو هيك؟ فخرية خلاص فيكي تسكتي شوي؟ انتي شو بتخسري لو دقيتي له؟ أنا ما بعرف الشي اللي صاير عنده بالبيت، وما دقيت له مشان ما يفصل بوشي. دق بقى يا ربي. لكن طيب انتي ابقي هون واستني تليفونه لحبيب الروح. كيفك يا قمر؟ انت كيفك؟ قولي لي اي ساعة بنلتقي؟ تعا خدني من قدام الشركة؟ ليش لا، بأمر عيونك رح استناك على الموعد. الله معكن. جهاد وبعدين معك، انت مو ملاحظ انك كتير عم تعطيها وش لليلى؟ فخرية مشان الله انا مو ناقصك. يلا وحاجة حكي. جهاد خير شبك؟ شو في كمان؟ ليلى اصلا مو من مستواك. والله يا روحي متأخرة كتير بهالكلام. جهاد هلأ صار اكبر عاشق لليلى بالكون. شو عم تقول؟ شو عم تقول جهاد؟ شو معنات هالحكي؟ فتحي مخك، فتحي مخك جهاد. اف اشتقت لك كتير. وأنا كمان اشتقت لك. بس أنا أكتر بكتير ناريمان.